بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أعلن قائمة الفريق اللي سافرت المغرب امبارح للدخول في معسكر استعداداً لمباراة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. القائمة ضمت 28 لاعب أبرزهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، بدر بنون ومحمد عبد المنعم، محمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمر السلية، كمان محمد محمود وحمدي فتحي وإليو ديانجو ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبرسيتاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا. البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أجرى محاضرة فنية مع اللاعبين جوه أرضية الملعب بملعب عبد اللطيف برجيلة، وده بعد الانتهاء من أداء الفترة التأهيلية والبدنية. ونقل المدير الفني خلال المحاضرة بعض التعليمات الفنية والخططية للاعبين عشان ينفذوها في التدريبات، وشرح كمان بعض الأدوار الفنية المهمة منها الخاصة بالتحركات جوه أرض الملعب. وفريق كرة السلة في نادي الزمالك خسر من فريق المنستيري التونسي بنتيجة 88-81 في إطار مباراة نصف نهائي البطولة الأفريقية واللي بتتلعب في رواندا وهتستمر لغاية يوم 28 مايو. بالنتيجة دي صعد فريق التونسي لنهائي البطولة وهيواجه بيترو دي لواندا الأنغولي يوم 28 لحسم بطل النسخة الحالية. واتحاد اليد قرر مشاركة المنتخب الأول لكرة اليد بكامل نجومه في دورة ألعاب البحر المتوسط واللي هتتلعب في شهر يونيو الجاي في بوهران في الجزائر. قرار الاتحاد جاء بمشاركة المنتخب الأول في الدورة كفترة إعداد قبل المشاركة في بطولة أفريقيا اللي بتنظمها مصر في شهر يوليو اللي جاي. وعالميا روما الإيطالي تم تتويجه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى للموسم الحالي 2021-2022 بعد فوزه على فريق فاينورد الهولندي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على ملعب أرينا كومبيتاري في ألبانيا، وده في المباراة النهائية للبطولة. ومحمد صلاح نجمنا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي اتكلم عن آخر استعدادات فريقه الريدز لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو. صلاح قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: عايز أحقق دوري الأبطال مرة تانية، هنروح ونقاتل في الملعب وإحنا متحمسين جدا. قال كمان إنه مستمر مع ليفربول الموسم اللي جاي. ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أشاد بلاعبنا محمد النني لاعب خط الوسط في فريق الجانرز بعد تجديد عقده بشكل رسمي لغاية يونيو 2023. المدير الفني قال: محمد النني جزء مهم من الفريق وبيجلب طاقة وحماس والتزام لا نهاية له وللفريق، وكل النادي هنا بيحبه ومتمسكين بيه. والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني حصل على جائزة أفضل لاعب داخل صفوف الملكي السنة دي بعد قيادة المارينجي للتتويج بلقب الليجا والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم اللي جاي. أخبارنا الرياضية خلصت، لكن كلامنا لسه في الرياضة مستمر. الناقد الرياضي محمد خالد موجود دلوقتي في ضيافة باسنتو وأحمد، هنرجع لهم عشان يتكلموا أكتر في تفاصيل الكورة. تفضلي أحمد، تفضلي باسنتو.